أنا بصاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه السيد جافيد ماليك سفير جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة لدى البحرين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين. ونقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد وسمو الشيخ خليفة بن علي تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر إلى قيادة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بهذه المناسبة، وتمنياتي سموه للدولة الصديقة بمزيد من الرفعة والازدهار. وأكد حرص مملكة البحرين على تنمية مجالات التعاون مع جمهورية باكستان وفتح آفاق جديدة تلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه عبر السفير الباكستاني عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه من اهتمام بتنمية التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، معربا عن تطلع بلاده إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون المثمر في كافة القطاعات، مشيدا بما تشهده البحرين من تطور ونهضة على كافة المستويات.